بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي، والليلة دي ليلة رقم 39 وعبالي ليلة رقم 1000. ربنا يجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. حس معايا، احنا كل ليلة يوم ثلاث واحنا داخلين بيت النبي ومستحضرين المعنى الإيماني العالي ده. احنا رايحين فين؟ رايحين مش رايحين نحج ولا نعتمر وبس وانعم بها من رحلة، لكن دي رحلة عظيمة جدا برضو ما تقلش أبدا، بل يعني مش عايز أقول إنها من أعظم رحلات العمر، رحلة لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. داخلين بيت الرسول بكل أدب وهدوء وسكينة. اوعى تنسى التأشيرة تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الليلة دي ليلة خاصة جدا، ليلة بنسميها كتير من الناس بأنها ليلة العمر. ليلة العمر هنتكلم الليلة دي عن ليلة البناء، أو بيسموها ليلة الدخلة، أو بيسموها آداب الزفاف في الإسلام، سميها زي ما تسميها، المهم هم مسمينها ليلة العمر. ليلة العمر يا جماعة بتختلف من إنسان لإنسان، من منطلق معرفة الإنسان بالله سبحانه وتعالى بتختلف الليلة دي بالنسبة له، ومش الليلة دي وبس، أي حاجة في الدنيا. واحد راح يشتري عربية، فالعربية اللي راح يشتريها ديت نيته إنه يستعملها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، فبيوفق جدا. هو مش رايح عشان يجيب عربية يعني يتمنظر أو يتباهى بيها، هو عايز عربية يستعملها في طاعة ربنا، فإنه يروح بها صلة أرحام، يروح بها دروس علم، يروح بها شغله عشان ياكل لقمة حلال ويأكل ولاده لقمة حلال. هو بيعمل الحاجة طاعة لله، ففرق معاه عن واحد تاني رايح في عربية عايزها بشكل معين وشكل سبور معين والجنوط شكلها مش عارف ازاي والكلاكس عامل ازاي، لانه راحت منظر بيها على زمينه، فرق كبير جدا في كل حاجة. فده واحد رايح يتجوز، راح يتجوز ليه؟ علشان يقول ان هو يعني اتجوز وما شاء الله وفتح بيته خلاص، ولا رايح يتجوز لله؟ هي دي المسألة، ان كل واحد يا جماعة بيتصرف في اي شيء من منطلق قربه من ربنا ومن منطلق معرفته بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس، بقول بعض الناس بكل أسف، الليلة دي هو بيسميها ليلة العمر، وهي فعلا ليلة العمر، ايه المشكلة انها تسميها ليلة العمر؟ لكن المشكلة ان هو بيستعمل اللفظ ده في استعمال خاطئ جدا جدا. فالليلة ديت اكبر قدر من المعاصي بيعملها في الليلة ديت خمور وافراح في فنادق مش عارف عامله ازاي، واختلاط بين الرجال والنساء ومزيكا صاخبه ومعاصي لا تخطر على قلب بشر، من منطلق انه بيقول دي ليله العمر وعايزين نفرح، وما كناش نفرح الليله دي هنفرح امتى؟ وانا عايز اقول لك واصحح لك المعلومه ديت اخويا وحبيبي، وانت عارف انا بحبك في الله قد ايه، عايز اصحح المعلومه دي، عايز اقول ان ليله العمر دي عايزين نسميها ليله الشكر. ليله الشكر لربنا على النعم الجليلة والعظيمة اللي ربنا أنعم بها علينا. وعايز أقول لكل أخت مسلمة من باب أولى إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأما بنعمة ربك فحدث. وشكر الإنسان لنعم ربنا سبحانه وتعالى على ثلاث أنواع: شكر بالقلب، إن أنا أعرف إن دي نعمة جايالي من ربنا فلازم أشكره وأعترف بنعمته وأشكره بقلب وأبقى حاسس بنعمة ربنا عليا. الشكر الثاني باللسان، وأما بنعمة ربك فحدث، إن أنا أتحدث بنعم ربنا، أقول يا ربي أنا الفقير اللي أنت أغنتني، أنا يا رب الجاهل اللي أنت علمته، أنا يا رب الذليل اللي أنت اديته العزة واديته القوة واديته المكانة، أنا أنا أنا، وأنت يا رب أكرمتني آخر كرم يا رب، وأنا ما استحقش. شوف المسألة عاملة إزاي. والشكر بالجوارح والأركان، وكما قال المولى عز وجل اعملوا آل داود شكرا، مش تكلموا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. ولذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ فمن منطلق معرفتك بالله ومن منطلق ربك من الله سبحانه وتعالى بتستعمل أي نعمة، إما في طاعة ربنا أو في معصية ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده القاعدة اللي لازم نعرفها يا جماعة، إن المؤمن في حياته يا جماعة دايما بينتقل من طاعة لطاعة. حياة المؤمن لا تخلو أبدا من طاعة. تقول لي يعني عايزني 24 ساعة قاعد بصلي أو بصوم؟ الموضوع مش كده، ده أنا عايزك تحول يومك كله وعاداتك كلها لعبادات، يبقى أكلك طاعة ونومك طاعة وإتيانك لزوجتك طاعة وشغلك طاعة ونومك طاعة ومذاك
فكرتك طاعة وكل حاجة بتعملها طاعة وصلاتك طاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايزنا نحول كل حاجة إلى طاعة. ولذلك قال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت يا محمد، نصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، إذا فرغت من طاعة فانصب في طاعة أخرى. اوعى تخلو حياتك من عبادة ولا من طاعة. انت قمت من النوم فذكرت ربنا سبحانه وتعالى، وقمت وتوضيت وصليت صلاة الضحى فانت في طاعة، وبعد ما صليت الضحى قمت عشان تاكل لقمة خفيفة كده وتفطر وتروح شغلك، فبتاكل فبتنوي بأكلك ان انت بتطيع ربنا بالأكل ده، وان الطعام ده بيعينك على طاعة ربنا، يبقى انت في طاعة. قمت عشان تلبس لبسك ورايح شغلك وناوي ان انا رايح اشتغل عشان اعف زوجتي واولادي وابويا وامي عن سؤال الناس واجيب لهم لقمة حلال، يبقى مشك لشغلك طاعة وشغلك نفسه طاعة. وانت في الشغل بتنوي ان انت تتعامل مع اصحابك واصدقائك وزمايلك من باب ان انت تتالف قلوبهم وتاخد بايدهم لطاعه ربنا، يبقى وجودك هناك طاعه. وانت راجع في عربيتك وانت ناوي ان انت تعلم الناس اخلاق الاسلام والمسلمين عامله ازاي، يبقى حياتك وركوبك لعربيتك طاعه. وراجع البيت ناوي تدخل الفرحه على زوجتك واولادك، جايب لهم فاكهه، جايب لهم ورد، جايب لهم حاجه تفرحهم، كفايه انك داخل عليهم بابتسامه جميله، كفايه داخل ناوي ان انت تسعد قلوبهم باي حاجه جميله ولو كانت بسيطه، يبقى حياتك كلها عبادة لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر. كل واحد فينا بيقرأ الآية ديت، وأنا وإنت 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 وكلنا بنقول وأنا أول المسلمين. إحنا في سباق يا جماعة، إحنا في سباق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سبحان الله، لازم نتنافس. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. تعالوا حبيبي نعرف آداب الزفاف في هذه الليلة المباركة من خلال كتاب الله والسنة رسول الله بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. أول حاجة عايزك أخوي وحبيبي تستحضر النية، النية الصالحة الجميلة. أنا بتجوز لله، أنا مش بتجوز عشان افرح بشبابي او علشان مجرد فقط ان هم يقولوا ما شاء الله ده يعني عرف يختار واتجوز وعلى البنيان وعمل وسوى. انا عايزك تتجوز لله. انا بتجوز عشان اعف اختي مسلمه وهي رضيت بالزيجه ديت عشان تعف اخ مسلم، واحنا الاثنين ناويين نيه مشتركه ان احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله ويعيننا ويرزقنا بذريه صالحه نكتر بها الانفاس اللي بتعبد ربنا وبتوحد ربنا، ونكتر الانفاس والنسمات اللي النبي هيباهي بها الانبياء والامم يوم القيامه: تكاثروا تناسلوا او تناكحوا تناسلوا فاني مباهم بكم الامم يوم القيامه، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نيات كثيره جدا جدا، ان انت بتنوي انك تنشئ بيت، البيت ده تكون على غرار بيت النبي وبيت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ان انت عايز تنشئ بيت، البيت ده يكون مناره للدعوه الى الله سبحانه وتعالى، بيتك يصدر السعاده للكون ده كله ويصدر الايمان للكون ده كله، وتفيضنا فحات الإيمان والتقوى والخشية لكل أرجاء الأرض. إنو النية الجميلة دي، إنو أن ربنا يجعلك أنت وزوجتك وأولادك سبب في هداية الإنس والجن. تخيل حضرتك ممكن تنوي النية دي. ممكن تنوي النية دي. هو مش النبي أرسل للثقلين للإنس والجن: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للإنس والجن والمؤمن والكافر. أنت إنوي أن أنت ربنا يجعلك سبب لفتح قلوب الدنيا كلها، وأن الكون ده كله يعبد لله سبحانه وتعالى. يعني كما قال رستم لربيع بن عامر: من انتم وما الذي جاء بكم الى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله. احنا مش شغالين عند حد، احنا عبيد لله وبس. ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد. شرف كبير، خدت بالك؟ ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعه الاخره. يا ناس مضيقين حياتكم ليه؟ ليه خلاص نظرتنا بقت قاصره على دنيا وبس، فلوس وبس، منصب وبس، جاه وبس، شهره وبس؟ ده في وراكم جنة، في وراكم جنة عرضها السماوات والأرض. قال عنها جل وعلا كما في الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ابني وشيد واعمل واتمتع، والله كل اللي بتعمله ما يجي ذرة في جنة الرحمن. قال حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم: قال: لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. والحديث في البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لموضع قدم أحدكم في الجنة
الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت، يعني موضع قدمك في الجنة أفضل من الكرة الأرضية، من الكون ده كله، ده موضع قدم بس. أمال لما تعرف إن أنت ليك خيمة بس في الجنة طولها 60 ذراعا، طولها 60 ميلا في السماء وعرضها 60 ميلا في الأرض بالجمع بين الروايتين، شيء جميل أوي 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 إن أنت تكون عبد لله وإن أنت تكون أمة لله سبحانه وتعالى. فأول حاجة استحضروا النية، أنا بتجوز لله، بتجوز لله. ولذلك ما دمت هتجوز لله يبقى اتجوز على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى مش هنقي واحدة عشان هي جميلة وبس، ولا عشان هي غنية وبس، ولا حسيبة ونسيبة وبس. هتجوز زي ما النبي أمرني، تنكح المرأة الأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها. أعمل إيه يا رسول الله؟ مرادك إيه مني؟ عايزني أتجوز إزاي؟ ربنا أمرك تقول لي إيه؟ قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. وبعدين وأنت كمان برضو شوفي مراد الله منك وشوفي مراد رسول الله منك، تتجوزي إزاي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه الحقوا فزوجوه. يلا بسرعة، الصنف ده هيكون نادر في آخر الزمان، مش هتلاقوا شباب صالحين كتير إن شاء الله الفترة الجاية، تكملي الدنيا كلها بالصالحين، لكن إحنا في وقت أزمات الآن. شوف قد ايه. فالنبي ليه؟ اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا، عارف لو ما عملتوش كده تكن فتنه في الارض وفساد عريض. فساد وفتنه ان يرد الصالح ويقبل الطالح، فساد وفتنه ان يقبل الغني ولو كان عاصيا، وان يرد الفقير ولو كان طائعا. خدوا بالكم المساله عامله ازاي. فاول حاجه استحضار النيه الصالحه. قال احد الصحابه عن حديث ابي ذر ان اناسا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الأغنياء خدوا كوشوا على كل الحسنات، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وفوق ده كله، ويزكون بفضول أموالهم ويفعلون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فقال صلى الله عليه وسلم: أما لكم أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. خد بالك بقى، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في إتيان الرجل زوجته في الحلال الطيب صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله بها أجر؟ قال: أجر. أرأيت أن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر. الله أكبر. يبقى رقم واحد أخوي وحبيبي من أداب ليلة الزفاف الجميلة دي، استحضر النية الجميلة: أنا بتجوز لله، أنا بتجوز طاعة لله واتباع لرسول الله. فالنكاح والزواج من سنن المرسلين كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى. رقم اثنين: إعلان النكاح والضرب بالدف. الضرب بإيه؟ بالدف. الدف اللي هو من غير شخاليل. الدف ده عبارة عن طارة كده وليها كده طبلة وبيخبطوا عليها، مش الرجال لا، النساء فقط. خد بالك بقى من حاجة: إعلان النكاح وإظهار النكاح وإشاعته بين الناس بما يكون بضرب النساء للدف وبالغناء الحلال للزوجة. هيتم إزاي الموضوع ده؟ هنعرف بس بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل إخواني وأحبابي. ليلة العمر، عايزين نشوف إيه اللي ممكن يحصل في ليلة العمر. قلنا أول حاجة استحضر النية الطيبة: أنا بتجوز لله وبتجوز على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم اثنين: إعلان النكاح من خلال الدف ومن خلال حاجات تانية هقول لك عليها دلوقتي حالا. من خلال ان المرأة او النساء بيجتمعن بفضل الله عند العروس، عند الزوجة يعني، ويضربوا لها بالدف ويغنوا لها الاغاني الاسلامية الجميلة الحلوة للاخوات حافظينها ربنا يبارك فيهم رب العالمين. وسبحان الله، شوف النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وابن ماجه بسند صحيح، قال: فصل ما بين الحرام والحلال الضرب بالدفوف والصوت. الضرب بالدفوف، الدف يعني، والصوت، غناء النساء للمرأة. طب اختاروا ليه الدف؟ لان الدف صوته غليظ شوية وصوت المرأة اصلا رفيع وواضح قوي، فالدف بيداري على صوت النساء، والنساء طبعا هيغنوا للعروس للزوجة يعني في مكان لوحدهم، مش هيقفوا طبعا النساء يغنوا قدام الرجالة وزي ما بيحصل في بعض الافراح ويبقى رأس النساء قدام الرجال، او الرجال قدام النساء، او الاثنين مع بعض وخلطويطة. لا، عايزين فرح اسلامي، عايزين زي ما قلت يا جماعة، الهدف من السلسلة دي كلها ان احنا
عايزين نتجوز صح، وعايزين ننشئ بيوتنا صح، وعايزين نعيش صح بجد على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني جميل قوي رواه البخاري عن امنا عائشه انها ذهبت لتزف امرأة من الأنصار، فلما عادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة أما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له. في رواية تانية إن أمنا عائشة قالت ماذا نقول يا رسول الله، يعني عايزوا لها ما غنيتوش للعروسة كنساء، يعني ده هم بيحبوا له، يحبوا الغناء، يحبوا الحاجات الجميلة دي في الأفراح بالذات يعني. فقالت ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، كلمات كده جميلة وبسيطة. مش النهاردة يعني ربنا يعفنا عفيك يا رب العالمين، تمشي النهاردة في الشارع تلاقي سرادك معمول وفرح وراقصة، وتلاقي ما شاء الله يعني مطرب صوته عامل زي شكمان العربية، وعمال يقول لك كوز المحبة اتخرم عايز منطة لحام واخد بالك، وحاجات بقى يعني والله بنسمع كلمات عجيبة، ويقول لك حباية طلعت في. المهم يعني فشاف الموضوع، شوف الكلمات ما شاء الله كلمات الجميله الهادفه المحترمه، وشوف الفرق بين الكلمات الثانيه، طبعا وضع مختلف تماما بين ديت وبين ديت. الحاجه الثانيه عايزين نقول يا جماعه ان في الافراح حته استعمال الالات الموسيقيه الصاخبه والمعازف، وخصوصا بقى مش عايزين نتكلم بقى عن افراح الشوارع، ربنا عارفين عافيك، دي مساله ذوقيه يا مسلمين يا حبايبي. وكان الموضوع ده يمكن منتشر في بلدنا احنا اكتر، انا يعني يمكن انا عارف ان دول كتيره بتشوفنا دلوقتي، لكن انا بتكلم عن بلدنا اكتر، الموضوع ده منتشر فيها قوي، حته افراح في الشوارع، واحد بيجوز بنته او واحد بيجوز ابنه، فلازم على طول يجيب صرادق في الشارع ويقوم جايب راقصه اعزكم الله، ويجيب فرقه مثلا ايا كانت الفرقه، واغاني من بعد صلاه العشاء لحد اذان الفجر او قبل اذان الفجر مثلا بربع ساعه، بل احيانا ورب الكعبه كنت اعدي الاقي الفرح شغال واحنا داخلين نصلي الفجر، وفي اثناء الصلاه وبعد الصلاه وفضلوا مستمرين لحد الساعه 6 صباحا. ناهيك بقى عن شرب الخمور اللي موجوده في الشوارع والراقصه والمآس اللي بتحصل والخناقات ليه يا جماعه؟ ليه نبدا حياتنا وزي ما بيقولوا كده ليه نبدا ليله العمر بمعصيه رب الارض والسماء؟ ده احنا بنقول يا رب، بنقول يا رب بارك لنا في الجوازه ديت، بنقول يا رب يا رب بارك لي في زوجتي، وهي بتقول يا رب بارك لي في زوجي، واحنا الاثنين بنقول يا رب بارك لنا في بيتنا وعشينا الجميل ده وملاه بالفرحه والسعاده، ومش هيتملي الفرحه والسعاده الا بطاعه ربنا اللي هيبارك في البيت دوت، لان البيت ده لو بدا بمعصيه صدقوني والله ثلاث ارباع او مش عايز ثلاث ارباع، انا عايز اقول 99% من حالات الطلاق بسبب المعاصي. حبيبك اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. ما فيش اثنين يتواد في الله أخ وأخو زوج وزوجة إلا ما بيفرقش ما بينهم إلا بسبب معصية، ده يرتكب معصية أو هي ترتكب معصية أو الاثنين يرتكبوا معصية، المعصية بتفرق والطاعة بتجمع. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، لو بدأنا ليلتنا وحياتنا وليلة العمر لو بدأنا بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هيألف بين قلب الزوج والزوجة، هيحبب الاثنين في بعض، هيألف بين قلوبهم، هيخليهم كالجسد الواحد، هيخليهم روحين نزلت في أو روح واحدة نزلت في جسد، ويخلوهم متألفين جدا، ويجعل بينهم المودة والرحمة اللي ذكرها في كتابي سبحانه وتعالى، هيعيشوا أجمل حياة وأسعد حياة. أما لو بدأوها بمعصية صدقوني مع أقرب مشكلة ومع أول مشكلة الاتنين بيتلككوا البعض وبتحصل ما بينهم فرقة ومشاكل. عشان كده بنقول يا جماعة عايزين نبدأ حياتنا صح، عايزين نعيشها في مرضات الله سبحانه وتعالى، عايزين نقول احنا هنفرح وهننبسط ومش هتبقى يعني ليلة معدية كده زي ما يقولوا أرداحي، لا هنقضيها ليلة جميلة، هنعملها في قاعة أفراح جميلة جدا، في مكان للنساء ومكان للرجال، مكان النساء منعزل عن مكان الرجال، والنساء قاعدين مع الزوجة وما شاء الله كلهم واخدين حريتهم مع بعض ومسكين الدفوف وبيزفوها بالاغاني والاناشيد الاسلاميه الجميله الرائعه، والرجاله مع العريس ما شاء الله فرحانين بيه وبيزفوه، يعني مش بقول يعني بيغنوا على الدفوف كده، لكن يعني بيفرحوا وبيباركوا وبيهنوه وبيقضوا معاه اجمل ليله واجمل سهره حلوه في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. ويا حبذا لو اتعملت مسابقات في الفرح دوت، وتوزعت جوائز مصاحف، وتوزعت جوائز اشرطه، وتوزعت جوائز حتى ولو ساعات حتى او هدايا رمزيه الى غير ذلك، ونفرح الناس ونوريهم افراحنا الاسلاميه الجميله، وان احنا افراحنا ما هياش معقده ولا حاجه، ومش مجرد فقط واحد بيقعد وكلمتين والكل مكشر وخلاص يزف العروس والعروسه، لا عايزين نقول ان ديننا فيه فسحه وديننا فيه فرحه وديننا فيه سعاده، لكن في ضوابط،
بتضبطنا ان احنا مسلمين وان احنا مكلفين وان احنا كل حياتنا طاعة لله سبحانه وتعالى، وهنفرح في حدود الشرع وهننبسط وهنضحك في حدود الشرع، ومش هنتجاوز الشرع عشان بعد كده ما يكونش تجاوز حدود ربنا يكون نقمة علينا. عايزين نفرح وننبسط ويكون عاقبة الفرحة دي سعادة مستمرة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى قلنا من وسائل إعلان النكاح ان النساء يضربن بالدفوف للمرأة، من ضمن وسائل ايضا إعلان النكاح الدعوة إلى الوليمة، نحن ندعو الناس إلى الوليمة. والوليمة زي ما هنشوف بعد كده مش شرط أنها تكون ذبائح مذبوحة، ممكن يكون أي حاجة، ممكن يكون عاملين يعني أي أكل ولو بسيط جدا جدا وعازمين الناس كل واحد على قد، زي يعني حتى المثل بيقول على قد الحافك مد رجليك. فالشاهد في موضوع ربنا يكرمك، أعزم الناس، أكلهم، شربهم، فرحهم، حسسهم بفرحتك على قد مقدرتك، حتى لو جبت الناس وقدمت لهم حتى حاجة بسيطة جدا جدا، إن شاء الله حتى يعني لقمة كده بملح ولا بجبنة ولا أي حاجة، وقلت لهم دي وليمة بنتي فرحها، الكل هيفرح لك والكل هينبسط ما دامت المسألة طلب حب بفضل الله سبحانه وتعالى. من ضمن برضو يعني مظاهر أو يعني الأشياء التي أو وسائل إعلان النكاح وضع الزينة على البيت، لكن بشرط يا جماعة عدم الإسراف. جميل أوي بيت العروسة ما شاء الله هيعلقوا عليه كهارب وزينة، لكن بلاش إسراف، يعني هنعلق كهارب ب 300-400 جنيه ماشي، إنما ما ركبش كهارب ب 5000 جنيه و10000 جنيه وفقراء المسلمين مش لاقين ياكلوا. يعني هنفرح بنتنا وهنسعدها وهنعلن للناس ان في نكاح وفي زواج في البيت دوت، لكن يعني لا نبالغ. احنا ديننا يا جماعه دين الوسطيه، ديننا جميل قوي والله يا جماعه الخير، والله بحبكم في الله، يعني كل حاجه في ديننا جميله، بس لو نفهمه صح ديننا دين وسطيه، ديننا ما هوش دين تعقيد، ديننا ما هوش واحد جاي بيتكلم النهارده ويعقد لنا الدنيا كلها ولا واحد جاي يعمل لنا البحر طحينه، لا ديننا دين الوسط. لا هنعصى ربنا ولا يعني هنفرط قوي في ان احنا نتزمت لدرجه ان احنا نخلي الناس تحس ان ديننا ده خنقه، بالعكس هنكون في الوسط، هنبقى في وسط. وكذلك جعلناكم امه وسطا، احنا امه وسطيه في كل حاجه، وسطيه في فرحنا، وسطيه في حزننا، حتى وسطيه في حبنا وبغضنا. احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. من ضمن ايضا وسائل اعلان النكاح يا جماعه اجتماع الناس، الناس لما تجتمع في بيت العروسة أو العريس واجتماعهم كده وصوتهم وما شاء الله وفرحتهم وإحساس الناس بأن في فرحة في البيت ده في حد ذاته إعلان بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن ضمنها برضو استخدام أصوات السيارات في حدود المعقول، وأرجو أن احنا نحط تحتها 1000 خط، بمعنى العريس جاي علشان ياخد العروسة من بيت أهلها ضرب كلاكسين 3 عشان بس الناس في الحتة يعرفوا ان العريس جاي ياخد عروسته، جميل، انما ما يبقاش كلاكسات من 50 عربية قاعدين يضربوا كلاكسات يعني لمدة 3-4 ساعات، وفي مرضى وفي ناس بتذاكر وفي ناس تعبانة نفسيا ومش قادرة تتحمل صوت الكلاكسات العالية، واحيانا بيحصل الزفة في وقت غريب جدا جدا، ودي كنا بنعاني منها فترات طويلة، ان يجي تلاقي عروس بيزف على عروسته الساعة 3 الفجر، هم خلصوا الفرح بتاعهم في الشارع او في الباخرة او في العوامة، وبعد كده راحوا يسهروا في مكان ما وقعدوا في معصية فترة كبيرة لحد ما خلص الساعة 3 بالليل، وافتكروا في الاخر يروحوا يزف العروسة في الوقت دوت، جم تحت العمارات وقعدوا يدوا كلاكسات ويعملوا يفضلوا يعملوا امريكاني بالعربيات ويلفوا حوالين بعض لمدة ساعة كاملة وكلاكسات لحد ما صحوا كل الجيران علشان يقولوا لهم احنا زفينا العروس والعروسة وكل سنة وانتم طيبين وعبال عندكم، واخد بالك؟ صحوا الناس اللي راحة شغلها، وصحوا الناس اللي منتظر انها تقوم عشان تصلي قيام ليل، وصحوا المريض اللي مش قادر يعينه وما صدق انه ينام، وقلقوا الناس وتعبوهم. ديننا دين ذوقيات عالية او جميلة او قوي. ديننا يا جماعة بيقول لنا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ظلم للمسلم انك تصحيه من عز نومه، ظلم للمسلم انك تزعجه وهو مريض، ظلم للمسلم ان انت تزعجه وهو بيذاكر، ظلم للمسلم ان انت تتعبه نفسيا، ظلم للمسلم ان انت ما تراعيش احاسيسه. بل بيحصل احيانا يا جماعه ان يبقى في فرح وفي ميت في نفس البيت او في بيتين قدام بعض، اقسم بالله شفت المنظر ده قدام عينيا، لقيت فرح سرادق مقام قدام البيت دوت، وفي الناحيه الثانيه ناس قاعدين للعزاء في البيت اللي قدامه. فدخلت على بتوع الفرح سلمت عليهم سلام عليكم، قال عليكم السلام، قلت له عندكم فرح؟ قال لي اه، قلت له الف مبروك يا اخي ربنا يبارك لك، هو ايه اللي قدامكم ده؟
قال لي ده عزاء، اصل جارنا مات النهارده. فقلت له طيب ربنا يبارك فيك، انا لا استطيع ان انا امنع فرحتك، يا رب يفرحك ويزيد فرحتك ويملى بيتك بالفرح والسعاده، بس ما كانش ممكن ان الفرح يبقى بكره او امبارح او اي يوم تاني عشان نراعي مشاعر جارنا الجميل ده اللي ابنه مات او 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 زوجته ماتت او حصل عنده حزن. او المساله يا جماعه مراعاه احاسيس. انا لو فرح بنتي وتحدد ولقيت، وكان الفرح هيتعمل في بيتي مثلا، ولقيت جاري حصل عنده حاجه زي كده، ظرف في موت او غير ذلك، اقسم بالله يقينا لازم اجل الفرح يوم او يومين او اعمله في مكان تاني علشان ما تخلش الحزن على 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 جيراني. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، دي ذوقيات جميله ومهمه قوي. فاحنا قلنا استخدام صوت السهرات يا جماعه عليه 100,000 خط نستخدمه باللين وبالعقل وبالرحمه وفي اوقات يقبلها اي انسان، مش الساعه 3 بالليل و2 بالليل و3 و4 الفجر يا جماعه. لا يا جماعه، لازم نراعي احاسيس الناس ولازم نراعي مشاعر الناس. ما ينفعش اعمل فرح في الشارع وافضل الاصوات ترن وتخبط طول الليل والناس نفسها تنام ومحدش قادر يتكلم، ولو راحوا يبلغوا محدش بيسال، ومش معقوله تبقى العلاقه بين الجار والجار ان انا اروح ابلغ واعمل محضر في اسمه وجاري يعمل فيها محضر. دي ما يبقاش علاقه بين مسلمين يا جماعه. عايزين نقول ان لازم يبقى فيه جو من الحب والالفه، عايزين نقول ان الجيران لازم يراعوا مشاعر بعض ويحبوا بعض اكتر من كده، ويسالوا على بعض ويطمنوا على بعض. ولما ابقى عارف ان جاري عنده حد ميت لازم اراعي احاسيسه، ولازم يعني اتطبطب عليه واخده في حضني واحاول اعزيه. ولما يكون عندي فرح لازم يشاركني في فرحي ولازم يفرح لفرحتي. فعشان نوفق دي مع دي لازم انا اراعي ظروفه واعرف ظروفه عامله ازاي وهو يعرف ظروفي. احيانا بيحصل موقف عجبني قوي قوي. مره واحد كان محدد الفرح وكانوا اهل العروسه جايين من محافظه ثانيه، وكان الموضوع صعب انه يتاجل، وكان جاره اللي قدامه ابنه مات، فما كان منه الا انه راح لجاره قال له سامحني والله انا اسف جدا جدا، بس الناس جايه من اخر الدنيا والفرح المفروض يقام النهارده، وانا على عيني وعلى راسي ما اقدرش اعمل فرح، وابنك يعني الله يرحمه يعني. فالتاني راعى المشاعر بتاعته قال له افرح وانا بنفسي هاجي علشان اهنيكم بالفرح ده. جزاك الله خيرا على ذوقك واخلاقك، لكن انت طالما الظرف غصب عنك فاعمل الفرح وربنا يفرح الوفك يا رب العالمين. وبعدين من ضمن برضو وسائل اعلان النكاح الكلمه التي بتلقى في الافراح، ولكن مش شرط يعني، ما هي الشرط ان هي تبقى لازم في كل فرح لازم شيخ يلقي الكلمه، لكن لو حصل فلا باس بهذا. فربنا يبارك فيه جميعا رب العالمين. تعالوا نشوف بقيه اداب النكاح في ليله العمر، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. حضن البيوت يعيش الدفى. الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، تعالوا نكمل أداب الزفاف في السنة المطهرة وأداب ليلة العمر. تعالوا نشوف أن من ضمن الأداب تزيين العروس، أن هم يزينوا العروسة الزوجة، لازم يزينوها بالأم بيوم بالموضوع ده. طبعا النساء ما شاء الله عندهم قدرة وكفاءة على الموضوع ده، ما شاء الله زي الفل. الحديث اللي ورد عن أسماء بنت السكن، الحديث رواه أحمد بسند جيد، أنها قالت إني قينت عائشة، قينت يعني زينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئته فدعوته لجلوتها. يعني إيه دعوته لجلوتها؟ يعني كانت أمنا عائشة كشف بعض الأشياء كده، يعني عشان إيه؟ يعني كزوجة للرسول صلى الله عليه وسلم، فدعوته لجلوتها، فجاء فجلس إلى جنبها، فأتي بعص لبن، عص لبن قدح كبير فيه لبن، فشرب النبي ثم ناولها، فخفضت رأسها واستحيت رضي الله عنها وارضاها، وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني رواه أبو داود بسند صحيح عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى خديجة، يعني بعد وفاة خديجة رضي الله عنها وارضاها، وزوجيه بسودة بنت زمعة، وأنا ابنة ست سنين وأدخلت عليه وأنا ابنة 9 سنين، جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة مجممة، فهيأنني وصنعنني ثم أتين بي إليه. يعني زينوها وجملوها وعطروها وذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النهاردة كلت المشاكل النهاردة موضوع الكوافرات اللي هي مختلطة، اللي هي ايه؟ اللي هي بيبقى رجل هو اللي ماسك الموضوع جوه، والعروسة بيخش اهلها زوجها وابوها واخوها وبيسلموها للكوافير ويقفلوا الباب ويكتب يافطة على الازاز كده ممنوع دخول الرجال. امال اللي جوه ده ايه؟ واخد بال حضرتك؟ وبعدين تفضل البنت جوه بتزين لمدة ساعة او ساعتين، والعريس الان يكلم حماه يا عمي ده العروسه اتاخرت جوه، يقول له معلش يا ابني، اصل الراجل ده بصراحه راجل فاضل ومحترم وعنده ضمير، يعني ما بيسيبش العروسه الا ما بيدي وشين دوك وصنفره ووش اول ووش تاني ويظبط الدنيا، يعني راجل بيراعي ربنا في شغله يعني، واخد بالك؟ سبحان الله. العجيب في الموضوع ان الراجل الكوافير ده اللي عمال يضع مكياج على خد العروسه ويعمل شعرها ويظبط لها الدنيا كلها، وبعد بعد ما بتخرج من جوه الكوافير لو انه خرج بره ولمس صباعها العريس يقتله. الله، طب ما هو كان جوه عمال بيعمل لها شعراء وبيعمل لها وشها. سبحانك يا ربي، يعني انفصام عجيب جدا جدا، انفصام عجيب جدا في تعامل الناس مع هذه المساله. يا جماعه الخير، عايزين نقول حاجه، خلينا برضو وسط، مش هنقول العروسه ما تروحش الكوافير ابدا، ومش هنقول العروسه ما تروحش بيوتي سنتر ابدا، هنقول تروح، ولكن اللي يشرف على الموضوع دوت نساء، وهي لما تخرج من عندهم ما تخرجش طبعا متبرجه على الرجال، تظهر مفاتنها امام الرجال، لكن الموضوع بيبقى مبالغ فيه. يعني اعرف واحده قريبه كانت بتقول لي مره ان هي راحت بيوتي سنتر، فبتقول لهم عايزه بس فقط اعمل مكياج خفيف جدا جدا، حاجه بسيطه قوي، ويا دوب بس تعمل استشوار لشعرها. تخيلوا يقولوا لها كم؟ يقول لها عشان خاطر حضرتك يعني واكراما لحضرتك وحضرتك وفضلتك و 1200 جنيه. قلت ما شاء الله، يعني السرقه هين عينك، ما شاء الله ربنا يديه بالصحه. يعني امال لو مكياج عروسه كامل؟ قالوا لا لا، ده حاجه ثانيه، ده 15000 جنيه. 15000 جنيه زينه لعروسه في ليله الدخله، والزينه ديت مع اول صلاه هتصليها اللي هي صلاه الفجر، هتهد الزينه دي كلها وتقوم تغتسل وتتوضا عشان تصلي، نعمل الزينه دي فقط كده لوجه المراه وشعرها وجسمها ب 15000 جنيه؟ ناهيك عن المصائب اللي ممكن ترتكب في البيوتي سنتر. انا مش بقول يعني يا جماعه عشان بس ما حدش يدعي علينا، يعني مش بقول بقى ان الكلام ده كله حرام، لا، انا عايز اقول ان في امور معينه ما ينفعش نقرب لها. ما ينفعش يا جماعه الخير يا حبايب قلبي، ما ينفعش اخت فاضله مسلمه تروح بيوتي سنتر وتروح هناك وعياذا بالله تعمل حاجات تكشف عن عورتها لواحده غريبه. ما ينفعش يا جماعه الخير. الامور الخاصه ديت، الامور الدقيقه اللي مش عايز اتكلم عنها بوضوح، الامور دي هي تعملها بنفسها لنفسها. ما ينفعش واحدة غريبة تروح تكشف عورة مسلمة عشان تعمل حاجة زي كده. وبعدين احنا بنقول ديننا دين وسط، ما بنقولش ما نعملش خالص، وما بقولش نعمل ونفتح المسألة على البحري ونتكلف المبالغ الرهيبة دي كلها في ليلة البناء. عايزينها ليلة فيها طاعة لله وفيها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعايزين المسألة تبقى في الوسط. يا جماعة مفيش مانع ان انت في ليلة عرسك زوجك يبعت لك واحدة كوافرة في البيت عندك تزينك أجمل زينة وتخليك على سنجة 10، والموضوع كله لن يتكلف أكتر من 300 جنيه، 500 جنيه، يعني يا ست إن شاء الله حتى 700 جنيه، 1000 جنيه، إنما ما بقاش 15000 جنيه أختي.
ما يبقاش واحدة بتطلع على عورات نساء وبتقول أنا بعمل لها تجميل عشان ليلة الدخلة. في أمور معينة ممكن تعملها لك، يعني إذا كانت هتعملها في إيديك في رجليك لحد موضع معين لحد ركبتك ماشي، تعملها لك في وشك في شعرك، إنما لا تطلع على عورات أكتر من كده يا جماعة، علشان بيوتنا لابد يكون لها أسرار، ولابد أن يكون في حفاظ على حرمة البيوت وعلى حرمة النساء، لأن ممكن الفتاة ديت وهي ممكن تكون مش ملتزمة ممكن تطلع توصفك بره. مين يعني يعطيك الأمان اللي هي ما تطلعش توصفك بره؟ فعايزين نبدأ حتى كلها في طاعة لله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. فاحنا قلنا من السنة ان احنا نهيئ ونزين الزوجة عشان تخش على زوجها في أجمل وأبهى وأروع زينة لما يشوفها ربنا سبحانه وتعالى يلقي محبتها في قلبه من أول لحظة، وتكون ليلة مباركة على الاثنين بفضل الله سبحانه وتعالى. وده كان دأب سلفنا الصالح يا جماعة. لو تفتكروا حضراتكم لما سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة زوج ابنته لكثير بن أبي وداعة، وهو طبعا يعني تزوجها على درهمين أو ثلاثة، وخذها سيدنا سعيد بن المسيب وأهدها إليه، انت عارفين القصة طبعا. فلما أخذها كثير بن أبي وداعة طلع فوق السطح عشان يستلف من جار ليه فلوس عشان يصرف على زوجته. فأم كثير كانت موجودة عند جيرانه، كانت موجودة عند أم جاره، فقالت ماذا تريد يا كثير؟ قال لها تزوجت يا أمي وأريد أن أقترض مالا. فقالت له تزوجت وجهي من وجهك حرام، إن قرضت منها قبل ثلاث حتى أزينها وأجهزها. وقامت جهزتها وزينتها وزبطتها، خلتها على سنجة عشرة ثلاث أيام تزين في هذه الزوجة، ودخلت عليه قال فإذا هي من أجمل النساء وإذا هي من أعلم النساء بحق الله وحق رسول الله وبحق الزوج و إلى غير ذلك، إلى آخر القصة الجميلة المعروفة. كذلك في قصة زواج القاضي شريح، لما قابله الإمام الشعبي قال كيف حالك يا شريح؟ قال بخير حال. قال كيف حال أهلك؟ قال يا شعبي إني متزوج منذ 20 سنة، والله لم أشكو من زوجتي إلا مرة واحدة، وأشهد الله أني كنت لها ظالما. قال سبحان الله كيف ذلك؟ قال إني منذ دخلت على امرأتي وجدت بها حسنا نادرا وجمالا باهرا، مهيئينها ومزينينها ومخلينها زي الفل ما شاء الله. قال فمددت يدي إليها فقالت على رسلك يا أبا أمية. خذ بالك بقى. قال فقمت إيه أصلي ركعتين شكرا لله، فلما صليت رأيتها خلفي تصلي وتسلم بسلام، فلما انصرف الأهل والأحباب مددت يدي إليها فقالت على رسلك، اصبر على رزقك. قالت على رسلك يا أبا أمية. ثم قامت وقالت أحمد الله وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أبا أمية إني امرأة غريبة عنك، لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيها وما تكره فأتركها. أبا أمية قد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي، أما وقد قضى الله أمرا كان مفعولا وملكت فاصنع ما أمرك الله به، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. حد سمع كلام ده ليلة الدخلة؟ ولا أنا والله. فالمهم فقال فأحوجتني للخطبة يا شعبي، فقمت وقلت أحمد الله وأستعين وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإنك قد قلت كلاما إن تثبتي عليه يكن حظك، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أما إني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. قالت فما تحب من زيارة أهلي؟ قال ما أحب أن يملني أصاري. ذكي جدا، عايز يلاقي إيه؟ ما أحبش يعني يكتروا من الزيارة عشان أنا ما ملش، فبيلاقي ما أحب أن يملني أصاري. قالت فما تحب من زيارة الجيران؟ قال لها قوم فلان قوم صالحون، وقوم فلان قوم سوء، وما رأيت من حسنة فانشريها، وما رأيت من سيئة فاستريها. ثم قال فبت معها بأنعم ليلة، ومكثت معها 20 سنة، والله لم أشك منها إلا مرة واحدة، وأشهد الله أني كنت لها ظالما. فقال له الشعبي يا لها من عيشة هانية، وصدق من قال رغيف خبز واحد تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، وزوجة مطيعة عينك عنها راضية، وطفلة جميلة محفوفة بالعافية، واختارك الله له حتى تكون داعية، خير من الدنيا وما فيها ويا العمر كافية. كذلك يستحب للزوج نفسه ان هو يتزين لزوجته. مش المساله بقى ان الواحد وصل، يعني بعض الازواج يعني نسال الله العفو والعافيه، يبقى قاعد في بيته لابس لبس حاجه يعني كانه طالع اصطاد سمك، واخد بال حضرتك، حاجه يعني مش ممكن، ومبهدل في نفسه ومنعكش في شعره ومش عارف عامل ازاي وعينيه عامله ازاي ولحيته كل حته رايحه في اتجاه سبحان الله. وتساله
تقول له انت عامل في نفسك كده ليه؟ ما حدش غريب، دي زوجتي، يعني ايه ذنبها يعني عشان هي زوجتك تشوف المناظر الجميله البديعه دي؟ ما هي كمان لازم تحب تشوف زوجها في صوره جميله. قال ابن عباس: اني احب ان اتزين لامراتي كما احب ان تتزين هي لي. فقال: وما دليلك؟ قال: قول المولى عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. خدت بالك؟ وكانت امنا عائشه كانوا يسالونها بأي شيء كان يبدأ النبي حينما يدخل بيتك؟ قالت: كان يبدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف أيضا من أداب الزفاف الجميلة ليلة العمر زي بيقولوا، يعني إهداء العروس لزوجها والدعاء لها. إن النساء ياخدوا العروسة ويقدموها ويهدوها للزوج ويدعوا لها الدعاء الجميل. لأن يا جماعة، ولذلك الإمام البخاري بوب باب جميل، أو قال: باب النسوة اللائي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. ودخول أم الزوج أو أم الزوجة مع الزوجة لحد غرفة النوم وقعدهم معاها ولو خمس دقائق وكلام معاها والممازحة معاها يا جماعة بيخلي البنت نفسها بتستأنس وتشعر بعدم الوحشة وبتزول الوحشة بتاعتها وبتشعر بشيء من الراحة في المكان اللي هي قاعدة فيه. ولا بأس ان هي لما تروح بيت زوجها يكون في بعض النساء مستنينها يستقبلوها ويطيبوا خاطرها ويكلموها كلمتين ويطمنوها إلى غير ذلك علشان هي تزول وحشتها. فعن عائشة حديثه في البخاري ومسلم قال: تزوجني النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. يعني ما فيش لا شؤم ولا حاجة، إن شاء الله زواجة كلها تفاؤل، ويعني بنتمنى لك الخير من قلوبنا. طيب، من ضمن الأشياء كمان من الوصايا الحاجات الجميلة اللي تتم في ليلة الزفاف، وصية الوالدين للزوجين. أبو الزوج وأمه يوصوه بالزوجة، وأبو الزوجة وأمها الاثنين يوصوها برضه هما الاثنين. يعني سبحان الله، مسألة مهمة جدا جدا إن الأب ياخد بنته والأم تاخد بنتها ويقول لها: يا بنتي ده زوجك، يعني هو ده جنتك أو نارك، تطيعيه في غير معصية الله وتراعيه وتشوفي حقه وتريحيه. يا بنتي اوعي تزعليه، اوعي تعملي الكلام ده، بيأثر جدا في البنت. لما تلاقي الأب بيعمل كده مش لاقي أب بقى بيقول لها شوفي، يعني قصقصت، يعني انت عارفين بقى الامثله بقى، خد بالك سبحان الله، اللي هي الوصايا الذهبيه لخالتي بمبه. تبص تلاقي الام جايبه بنتها في ليله الدخله تقول لها: حبيبتي اسمعي الكلام، امك مدوباهم اثنين، فتقوم مديها الكلمتين تقول لها: قصقص طيرك قبل ما يلوف لغيرك، يعني ما تخليش في جيب ولا مليم. والوصيه الثانيه: يا مامنه للرجال، يا مامنه للميه في الغربال، كانها داخله الحرب العالميه الثالثه. تمام كده؟ طبعا شوف بقى وصايا بقى نساء السلف الجميله. اسمع كلام بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. امراه من نساء السلف كانت بتوصي بنتها في ليله البناء اللي هي ليله الدخله، بتقول لها ايه؟ بتقول لها: اي بنية، إنك خرجت من العش الذي فيه درجتي، أنت خارجة من بيتك اللي أنت تربيت فيه، فصرت إلى فراش لم تعرفين، فراش إيه لم تعرفين، وقارين اللي هو الزوج لم تألفين، فكوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له مهادا يكن لك عمادا، وكوني له أمة يكن لك عبدا، لا تلحفي به فأقلاك، يعني ما تلحيش عليه قوي في أي مسألة عشان ما يكرهكيش، ولا تباعدي عنه فينساك، إن دنا منك فاقربي منه، لو قرب منك قربي منه، وإن نأى عنك فابعدي عنه. لما يكون متضايق وبيقول لك: لو سمحت سيبيني لوحدي، تسيبيه لوحده وما تقفلوش يعني وتعملي معاه مشاكل. تمام كده؟ واحفظي أنفه وسمعه وعينه، فلا يشمن منك إلا طيبا، ولا يسمع منك إلا حسنا، ولا ينظر إلا جميلا. ما شاء الله، كلام زي الفل، وإن شاء الله نبقى نشوفه في الجنة. المهم يعني فإيه؟ يعني وصايا جميلة، ما شاء الله، امرأة بتوصي بنتها وتقول لها كلام جميل وغالي عشان تحافظ على زوجها وعلى بيتها. طيب، من ضمن برضو الأداب الجميلة في ليلة العمر، ليلة الزفاف، تسليم الزوج على الزوج. يا سلام على البركة اللي بتحل في البيت يا جماعة، بأن الزوج يخش على زوجته أول ما يخش ما يقولهاش بقى: هاو ار يو، نحمدوه وجوت النخ وهي هتلر والحاجات اللي بتحصل ديت. ويعني سبحان الله، بيخش يقول لها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا سلام، أو السلام عليك. عارفين السلام ده بس كده على الزوجة، بين الزوج والزوجة حاجة بسيطة قوي، لكن والله الذي لا إله غيره. أنا عايز أوصي الزوج بحاجتين حلوين أو صغيرين، وأنت داخل على زوجتك في ليلة البناء وفي كل ليلة، وأنت بتفتح الباب كده قول بسم الله، وأنت داخل وشفت زوجتك قول لها السلام عليكم. هيحصل حاجتين، بمجرد ما تقول بسم الله وأنت داخل، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إذا دخل أحدكم بيته
فقال بسم الله، مش خد بالك بقى، او فذكر الله، قال الشيطان لأعوانه لا مبيت لكم الليلة. فإذا سمى الله على طعامي قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. يبقى الشيطان مش هيخش البيت، البيت كله تحف الملائكة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب ولو قال لا السلام عليكم النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ قال لأنس بن مالك، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال له يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. وكذلك يا جماعة التسليم، التسليم الزوجة على الزوجة بيذهب الرهبة والوحشة من قلب الزوجة. قالت أم سليم، قالت أم سلمة أن أخبرت أن النبي لما تزوجها فأراد أن يدخل عليها سلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الآداب الجميلة برضو نختم بها قبل الفاصل، ملاطفة الزوجة ومداعبة الزوجة. إن الزوج لما يخش ما يبقاش كشري، لأن في بعض الناس بيقول لك لازم تذبح القطة من أولها، تمام كده، ولازم يعني تخش كده تعمل بقى يعني ايه، عارف دراكولا، واخد بالك، يعني عشان ايه تثبت لها شخصيتك. عمر ما كانت شخصية الزوج لا بالزعيق ولا بالضرب ولا اي حاجة، ده حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء. الزوج لما يخش ويلاطف مع زوجته ويضحك معها ويبتسم لها ويتعامل معها معاملة طيبة، بتزول الوحشة وتزول الغربة، بتشعر بالانس وتشعر بالراحة النفسية، وبتشعر فعلا ان هي بيتها بفضل الله سبحانه وتعالى. ويستحب للزوج مع المداعبة ومع الملاعبة ان يقدم للزوجة شيئا من الشراب، يعني كوب لبن او كوب عصير، اي حاجة، يشرب شوية ويشربها شوية ويشرب هو كمان شوية وهكذا، ويدعبها ويهزر معها ويقول لها تجري ورايا اجري وراك، والحاجات الجميلة اللي انتوا عارفينها. ربنا يبارك فيكم يا جماعة يا رب العالمين. يعني فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على حبيبك. في حضن البيوت يعيش الدفا. بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم وده آخر فاصل، وفي انتظار مكالماتكم واتصالاتكم الجميلة، مشتاق جدا أسمع أصواتكم. الأستاذ أحمد من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخ محمود. أهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا شيخنا، عامل ايه؟ ربنا يعزك ويسترك يا رب. والله اشهد الله اني بحبك في الله يا شيخ. حبك الذي احببتني فيه. والله يا شيخ يعني اني بحبك، يعني ومن ساعه يعني وجهك الباسم الطيب اللي يعني خلقت ناس كتير جدا تلتزم. الحمد لله رب العالمين. ربنا يا رب ما يحرمناش منكم ابدا. امين يا رب. ويعني دايما القصه اللي بتاثر فيا بقصه حضرتك، قصه والدتك، لان يعني دايما بصراحه تذكرها وتذكر والدتي معايا. ربنا يرحمهم جميعا رحمه واسعه يا رب، ويجعل اعمالنا كلها في ميزان حسناتهم يا رب. في ليه أخ عايز كلامك؟ عينيا تحت أمرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ أهلا حبيبي الغالي. جزاك الله عما كل خير. ربنا يبارك فيك وجزاك. يخليك يا شيخنا. آمين يا رب العالمين. ويهديك. اسم أخويا الكريم إيه؟ إيه؟ اسم أخويا الكريم إيه؟ محمد، محمد اليماني. ما شاء الله اسم محمد، ربنا يبارك في عمرك. ربنا يخليك ويجزاك الله عما كل خير. ويحشرنا وإياك في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. مين معانا الشريف؟ طيب ماشي. من ضمن اداب الزفاف الجميله جدا يا جماعه الدعاء للعروس بالبركه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، حديث جميل جدا هو البخاري، بيقول ايه، خد بالكم من الحديث الجميل ده، اذا تزوج احدكم امراه او اشترى خادما فلياخذ بناصيتها، ليها مقدمه شعر الراس، وليسمي الله عز وجل وليدعو بالبركه وليقل اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها علي واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي. يعني تحط ايدك على مقدمه راس زوجتك وتقول بسم الله اللهم بارك، اللهم اني اسالك خيرها، خير ما جبلتها علي، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. اوعى تعمل زي الشاب اللي راح للشيخ وقال له انا عايزك بقى تعلمني الكلام ده، فعلمه الحديث ده، فجي ليله الدخله كان متجوز واحده جميله ما شاء الله، فاول ما كشف النقاب فقد الذاكره، فحط ايده على راسه قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فيعني اوعى تعمل زي يعني. فده من اداب ليله الزفاف ان انت تدعو بهذا الدعاء الجميل، مش سبحان الذي سخر لنا هذا. من ضمن برضو اداب ليله الزفاف صلاه الزوجين معا ركعتين. يا سلام، جميل قوي انك اول ما تخش بيتك انت وزوجتك حبيبتك انتوا الاثنين متوضين او مش متوضين حتى توضوا وتقوم تصلي، هي تقف وراك مش تقف جنبك، هتقف وراك وتصلي ركعتين، تصلي بما شئت بما تيسر لك. طبعا مش هتعمل زي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص اللي صلى بزوجته في ليله الدخله ب 16 جزء، بدا من اول بقره خلص سوره الكهف. طبعا مش هتتحمل لان زوجتك في اليوم دوت السبحيه يعني هتلاقيها على طول رافعه قضيه خلها يعني. فيعني ايه ركعتين خفاف كده بركه، هتكون بركه على البيت، خشيت البيت، سميت اسم الله وذكرت ربنا وسلمت على زوجتك، حلت البركه، تزداد البركه بصلاه ركعتين دولت بفضل الله سبحانه وتعالى. يستحب ايضا قبل اتيان الزوجه في ليله الزفاف ان يستعمل الزوج السواك. السواك يا جماعه، السواك الذي قال عنه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم السواك مطهره للفم مرضاه للرب. يا سلام، تستعمل السواك بترضي ربنا وبتطهر فمك، والفم يا جماعه فعلا بيبقى ليه علاقه عظيمه جدا جدا بحدوث الوئام بين الزوجين او حدوث التنافر بين الزوجين. ان الزوج او الزوجه لو ان رائحه الفم متغيره بتخلي الطرف الاخر بينفر، فلازم الزوج يكون ذكي ويراعي ومن وقت الاخر يختبر نفسه، يحط ايده ويشم ريحه فمه، لو لقاها متغيره يخش يستعمل السواك ومعاه ولا مانع، مش هنقول في مانع، يستعمل معاه معجون الاسنان، ايه المشكله؟ ومع ده كله لا مانع، وده اجمل واجمل كمان بعد السواك، استعمل شويه حته قرنفل حطها في الفم كده ما شاء الله تطيب رائحه الفم تخلي فيه تجاذب. ولذلك كان حبيبك صلى الله عليه وسلم كان يبدا دخوله البيت اول حاجه يستعمل السواك، مع ان النبي رائحه الفم عنده كانت اجمل رائحه في الكون ده كله صلى الله عليه وسلم. الاخت ساره معانا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ ممكن احكي لحضرتك حاجه بسرعه؟ اتفضلي. في انسان انا اتكلمت معاه، هو انسان محترم جدا جدا وعلى خلق وعلى دين. نعم. وبعدين بعد ما اتكلمنا مع بعض وهو طلب مني الارتباط كلم اهله، فاهله ما وافقوش بدون سبب معروف يعني. نعم. فدلوقتي حضرتك انا معلش يعني هو انا زي يعني اتعلقت بيه او كده. نعم. فلان هو محترم جدا وانا تمنيته ودعيت ربنا كتير، فاهله نعم. اعترضوا، فانا دلوقتي في كرب يعني ومش فاهمه اهله هو يعني اهله هو اهله هو اختصار اللي اعترضوا؟ ايوه. نعم. مش فاهمه ده قطع للنصيب ولا ممكن. طب رفضوا ليه اختصاره؟ بدون سبب معروف والله، بدون يعني والدته حتى مش عارفه ايه السبب اللي خلى والده يرفض. نعم. طيب يعني عموما اختي ربنا يبارك في حضرتك ويعزك، طبعا احنا بنقول ان لما يحصل اي زواج لابد من موافقه الاسرتين. انا بقول ان الشرط طبعا موافقه ولي حضرتك، لكن عايز اقول موافقه الاسرتين ليه؟ ان في النهايه انت هتعيشي مع زوج، والزوج ده ليه اسره وهتحتك بيهم، ولو هم مش عايزينك هيحصل مشاكل بعد كده، فاحنا عايزين نخش في زواجه ما تكونش فيها مشاكل. وبعدين عايز اقول حاجه، الالف والحب ده بفضل الله سبحانه وتعالى، قادر ربنا سبحانه وتعالى يجعله لاي زوج يجي لك في الحلال ما دام انسان محترم وطيب. واكيد لو الموضوع ده تعقد اكيد لو في خير ربنا هيسره لك. كل اللي عليك يا اختي الفاضله صلي ركعتين حاجه، قومي قبل الفجر صلي وادعي ان ربنا يلين قلب والده، لكن لا تستمر في مكالمات او علاقه مع الاخ ما دام الاسره رفضت. فعايزين نعيش في الحلال، في الحلال الطيب، عايزين نعيش بما يرضي الله سبحانه وتعالى. صلي وادعي واكثري من الدعاء والاستغفار
ولو في اي وسيله ان حد يروح يقنع والده ما فيش مشكله، بس ما يكونش من طرفكم عشان برضه ما تبقاش المساله فيها احراج لحضرتك. فان كان في خير ربنا هيسره، وان ما كانش في خير يبقى ربنا صرفه، لكن خلي قلبك متعلق بلو ربنا هيكرمك ان شاء الله. الاخت الهام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اهلا وسهلا بحضرتك. والله احنا بنعزك وبنحبك في الله. والله انا من الصعيد. يا اهلا وسهلا باهل الصعيد، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم جميعا. لا احنا والله احنا عايزينك بقى انا واصحابي وكل بنات المسلمين انك انت تدعي لنا ان شاء الله بالازواج الصالحه. والله بدعي لكم. في مشكله كده وعايز اخد رايك فيها، بس تعالى تليفون خاص بتاعك. طب اتفضلي خد تليفون كنترول ان شاء الله. وانا بدعي والله من قلب والله لكل اخت مسلمه، يا رب ارزقهم جميعا ازواجا صالحين، يعينهم يا رب على طاعه الله، وياخذوا بايديهم لجنه الرحمن سبحانه وتعالى، ويرزق كل من حرم من الذريه بالذريه الصالحه رب العالمين من معالي الشريف. طيب من ضمن برضو الحاجات اللي انا عايز اقول لكم فيه مفاجاه حلوه قوي لكل شاب مقدم على الزواج، والله مفاجاه من اعظم المفاجات. سامحوني وانا هتكلم بشيء من الحياء، ولكن الانفتاح المؤدب جدا جدا. كثير من الشباب بكل اسف بيلجا في ليله البناء الى استخدام بعض العقاقير المقويه ليها علشان عمليه الزوجه. عايز اقول يا جماعه كل الكلام ده كله غلط غلط. الإنسان ما فيش أجمل من أنه يكون على طبيعته، عايز حاجة تقويك بفضل الله سبحانه وتعالى على طاعة ربنا، لأن إتيان الزوجة ده طاعة وقربة بتقرب بها لربنا. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. أنا هقول لك على وصفة قرآنية عظيمة جدا جدا تخليك بفضل الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد، وتعطيك القوة وتقويك وتعينك على فعل كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. الاستغفار. إيه الدليل على كده؟ اسمع، قال جل وعلا مخبرا عن نبي الله هود عليه السلام أنه قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. سبحان الله. ويزدكم قوة إلى قوتكم. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله وسعه بيقول لك أن الاستغفار بيعطي الرجل قوة فوق القوة، ولم يحدد القوة التي تضاف. خد بالك، ويزدكم مش القوة، مش قوة على قد قوتك، لا، ويزدكم قوة، قوة نكرة من أجل التفخيم والتعظيم من شأنها. فربنا يعطيك قوة من عنده سبحانه وتعالى تعينك بفضل الله على أداء واجبك في الحلال بفضل الله. فأكثروا من الاستغفار، والله العظيم ما في أعظم من الاستغفار، أحسن من أي عقاقير ومن أي حاجة في الدنيا دي كلها كتر من الاستغفار. وربنا يبارك يا رب في بيوت المسلمين جميعا. مين معنا الشريف؟ الاخت اكرام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحت انا عندي سؤال لحضرتك. اتفضلي تحت امرك. انا دلوقتي جوزي مسافر السعوديه. نعم؟ جوزي مسافر السعوديه. مسافر السعوديه نعم. وطلب مني كارت ميموري وصور عليه وكده. كارت ميموري؟ ده حرام ولا حلال ولا ايه؟ هو كارت ميموري ده بتاع ايه؟ كارت ميموري ده محمود. ان انت تصوري نفسك على كارت ميموري؟ وتبعته له؟ ايوه. يعني ما انا مش عارف اتصور نفسك ازاي، مش انت زوجته؟ ايوه. هو عايز، يعني هو زوجك قاعد في السعوديه عايزك انت تصوري نفسك مثلا وانت قاعده بتتكلمي مثلا وكده، يعني مثلا؟ ايوه. صح كده؟ يعني قاعده في البيت بتتكلمي عشان مثلا هو ياخد الكارت ده يعرضه عنده على الكمبيوتر يستأنس كأنه قاعد معاك يعني. هي لو كان كده لو كان هو طالب من حضرتك، انا في سؤال واضح، لو كان هو طلب من حضرتك ان انت مثلا تجيبي كاميرا في البيت، او ان اخوك مثلا يصورك على كاميرا معينه ديجيتال او غير ذلك، يصورك وانت بتتكلمي وانت بتسلمي عليه وانت تقولي له اخبارك وعاملين ايه والاولاد عاملين ايه الى غير ذلك، وهتبعتها له في كارت ميموري مع واحد من محارمك، او هيتبعت في بوسيله مامونه بحيث ما حدش يشوف الكارت الميموري ده ويروح للزوج بحيث ان هو يشغله على الكمبيوتر يشوفك قدامه وتقول له ازيك وسلامات وازاي الصحه واخبارك ايه وبتاكل ولا ما بتاكلش والكلام ده كله، ما فيهاش اي مشكله. اما لو كان تصوير يعني محرم فلا يجوز هذا، فربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طيب من ضمن برضو الاداب الجميله لليله العمر الجميله دي، ربنا يا رب يبارك في حياتكم يا رب ويملى حياتكم كلها طاعه لله سبحانه وتعالى، ان قبل اتيان الزوجه، سامحوني انا بتكلم بانفتاح مؤدب جدا جدا، لان انا مش عايزين نخدش حياء حد، عايزين نتكلم برضو، لان كلام في موضوع لابد يكون له ضوابط برضو يا جماعه. عايزين نقول ان لا حرج في الدين، وكلمه لا حياء في الدين كلمه غير صحيحه. الدين كله حياء، وديننا هو دين الحياء، والحياء لا ياتي الا بخير، والحياء والايمان قرنا جميعا، فاذا ذهب
احدهما ذهب الاخر. انما الكلمه الصحيحه ان احنا نقول لا حرج في الدين مش لا حياء في الدين. يعني قبل اتيان الزوجه لابد من مقدمات يا جماعه، مقدمات، لان في بعض الشباب بكل اسف ما بياخدش باله من المساله دي. دي بنت يا جماعه لسه ما زالت بكر، لا تعرف شيئا اصلا عن الحياه الزوجيه، وحتى لو كانت تعرف فيه اصلا يعني لم تدخل في مثل هذه التجربه. فرفقا رفقا بالقوارير ارحم هذه الشاب او الفتاه، ان بعض الشباب ورث مورثات خاطئه، وانا بقول خاطئه والله العظيم يا جماعه، ان لو ما كانش يثبت وجوده ورجولته في ليله البناء يبقى هو مش راجل. مين قال الكلام ده؟ وهل الرجوله فقط في هذا الموضوع؟ الرجوله موقف، الرجوله ايمان، الرجوله طاعه لله، الرجوله انك تحافظ على زوجتك وتحافظ على دينها وتحافظ على حيائها وتاخد بايدها لمرضات الله وللجنه. يا جماعه هي إيه دي المساله. امهاتنا الله يرحمهم رحمه واسعه كانت الزوجه يا جماعه جوزها يموت وهي لسه عندها 25 سنة تعيش حياتها كلها تقضيها عشان تربي ولادها وتقول مش عايزة حاجة من الدنيا. النهاردة بكل أسف ممكن الواحدة يبقى زوجها توفي وعندها 40 سنة وتقول لك الجواز ده تفتن. بتفتني بإيه؟ سبحان الله. ومش معنى كده أنا بحرم الزواج، اتجوزي ربنا يهنيكي ويبارك فيكي، لكن مش عايزين يبقى كل حياتنا هي فقط هي المسألة دي بس يا جماعة. المسلم ليه أهداف أعظم وأجمل وأجل من كده. فاللي عايز أقوله رفقا بيها ورفق وبالراحه، والمولى عز وجل بيقول بكل، شوف سبحان الله، شوف الادب القراني العظيم للتعبير عن هذه المقدمات، قال ايه؟ وقدموا لانفسكم، الله، نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم، لكن بشرط وقدموا لانفسكم، من خلال سامحوني القبله والاحضان الى غير ذلك، ان انت تقدم علشان الزوجه. يعني ما ينفعش يا جماعه يبقى الموضوع خبط لزق، لان الزوجه بتفزع، دي لسه بنت يا جماعه. فلازم يا شباب المسلمين لازم تراعي هذه المساله، انك تكون يعني الموضوع فيه تدريج وفيه تقديم للنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل جابر بن عبد الله فقال له تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتمازحها وتمازحك وتضحكها وتضحكك. بإذا المسألة لابد لها من تقديم، دي حاجة. حاجة تانية يا جماعة، اوعى حد ينسى الدعاء عند اتيان الزوجة، ربنا يحفظكم، لأن في كتير جدا بيقولوا ما عرفناش الموضوع ده، وفي كتير بيقول نسينا، واخد بالك؟ وكان نتيجة هذا أن يشارك الشيطان في هذا النسل بكل أسف، ويطلع الولاد ربنا يعفوها فيكم أخلاقيا تعبانين، ويقول لك العيال دول عاملين كده ليه؟ مين معانا الشريف؟ الأخت رشيدة من المغرب، السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجوك يا شيخ، أنا فرحان لأني أولا كلمتك ربنا يفرح قلبك يا رب. وأخيرا شفتي اتصال معك. المشكلة اللي عندي هو اني عندي مشاكل كثيره مع زوجي. المشكله اني كنحاول نوفر لي جميع الحاجات اللي هو كيبغي، وما نخرج من الدار غير باذنه، وما لاني حتى ندور عائلتي او احتقارا منه، وكيعاملني بواحد المعامله سيئه جدا. نعم. فانا والله مش عارفه واش نطلب منه، الطلاق ولا لا، ولا مش عارفه يعني. طيب السؤال واضح يا اخت رشيده. عايز اقول لك حاجه، انا طبعا يعني في كلمات معلش ما فهمتهاش، وفي كلمات فهمتها. مجمل الموضوع اظن فهمت ان هو معاملته سيئه لحضرتك، وبيضرب اولاده، وبيتعامل معاك معامله غير طيبه. عايز اقول حاجه يا اخت رشيده، عايز اقول لك يا جماعه، ما ننساش فعلا ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن. زوج بيبقى شرس واخلاقه صعبه وبيتعامل معامله غير طيبه وبيضرب وبيخبط، ندعي ونلجا لربنا ونقول له يا رب مالناش غيرك. تقول له كده، تقول له يا رب ماليش خيرك، حنن قلب زوجي يا ربي، يا ربي خليه انسان رقيق معايا، يا ربي خليه يحن على اولاده، قادر ربنا يحول هذا القلب. اما ان كان انسان خلاص هي دي اخلاقه، خبط ورق وضرب وشتايم وما بيصليش وبعيد عن ربنا، في الوقت ده فحكموا من اهله وحكموا من اهلها، نجيبهم يحكموا ما بيننا ويعقلوه، ما رضيش خلاص يبقى في الوقت ده بقى يعني ايه، فاخر الدواء هو الكي، يبقى بعد كده الانفصال. ماشي. الاخ محمود السلام عليكم. وعليكم السلام. مين؟ طفل. السلام عليكم. ايوه اسمح محمود. السلام عليكم حبيبي. وعليكم السلام، انا بحبك في الله محمود. ربنا يخليك محمود، ربنا يبارك فيك حبيبي. انا نفسي اشوفك قوي. ربنا يبارك فيك حبيبي، ما انت شايفني بس انا مش شايفك بقى، بس شايفك بقلبي يعني. ربنا يبارك فيك حبيبي. طب هو كان في حضرتك البرنامج اللي هو بتاع قناه الناس قول للاطفال. نعم. حضرتك بقيت تعمله ليه؟ ان شاء الله حبيبي يرجع قريب ان شاء الله، وعينينا ليك حبيبي. احنا عملنا كتب لكن ان شاء الله نعمله بقى على الهواء ان شاء الله، يعني ربنا يبارك فيك حبيبي. والاخ محمد من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله أستاذ مصطفى أستاذ محمود. ربنا يبارك فيك يا أستاذ محمد. بارك الله فيك. عندي سؤال. تفضل. أنا مزوج هنا في فرنسا. نعم. وعندي عقد، عقد زواج مدني فرنسي. نعم. وما تحتليش فرصة لإلقاء عقد عربي. نعم. أريد من فضلك أريد جواب عند هذا. هل يعني 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 عقد، يعني عقد فرنسي وعقد، ما أنا مش فاهم يعني عقد فرنسي. عقد فرنسي مدني. يعني تزوجت هنا في فرنسا. لا ما أقصدش يعني عقد فرنسي مدني. ما فيش عقد عربي. أنت تزوجت فرنسية؟ لا عربية. عربية. أهلها كانوا، أهلها كانوا موجودين؟ كانوا موجودين وكان فيها شهود مثل الزواج العربي. طيب جميل جميل. مدام مدام السؤال واضح استاذ محمد، مدام مدام ان الولي بتاعها كان موجود الحمد لله رب العالمين، لو تزوجته في مكه زي ما تزوجته في امريكا، مدام الولي موجود والشهود موجودين والحمد لله تمت الزيجه وزوجتك ابنتي او موكلتي قبلت، خلاص كده تم النكاح الحمد لله والزواج صحيح 100% مفيش اي مشكله، بصرف النظر انه تم في فرنسا او تم في اي مكان، ربنا يتقبل يا رب العالمين. استاذ محمد من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا استاذ محمد. الله يسلمك. ربنا يعزك. والله العظيم احنا بنحبك في الله، والله العظيم. حظك الذي احتنى فيه، ربنا يخليك. والله ان شاء الله انت كنت سبب من هدايتي ان شاء الله. ربنا يتقبل يا رب. ورجعت لدينك الحمد لله يعني. ربنا يتقبل يا رب. ومدام اتحجبت على كنت انت السبب يعني ان شاء الله. ربنا يتقبل يا رب ويبارك لك فيها رب العالمين. الله يخليك، الله يبارك فيك. كنت عايز استفسر سؤال يا شيخ. اتفضل. دلوقتي هي ان شاء الله اتنقبت يعني تمام يعني ما شاء الله. ممكن عندي يعني احنا في اسره في عيله كده ماشي. ف اخواتي وكده بالنسبه لاخواتي يعني بالنسبه للحجاب بالنسبه لهم تكشف عليهم ولا كله تمام؟ طيب اقول لك يا استاذ محمد، بص اخويا حبيبي ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، ما دام هي انتقبت خلاص فلا يجوز ان هي تكشف وشها قدام اخواتك الشباب او قدام ولاد عمك، انما يجوز انها تكشف وشها قدام والد حضرتك وقدام والدتك واخواتك البنات، اما اخواتك الشباب فما يجوز ان هي تنكشف قدامهم، لان النبي عليه الصلاه والسلام حديثه في الصحيحين بيقول اياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله ارايت الحم، اللي هو قريب الزوج اخوه ابن عمه ابن خالته، قال الحم والموت، الحم والموت. فربنا يبارك فيك، وده مش تزمت ولا حاجه والله، ده حفاظا على الزوجه ما دام هي انتقبت واختارت هذا الطريق، ربنا يبارك لك فيها ويحفظها لك يا رب العالمين. استاذ هلالي من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. احبك بالله. احبك الذي احببتني فيه، ربنا يعزك ويحفظك. احبك بالله كثيرا وانتظر يوم الفارغ الصبر. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. اريد رقمك الشخصية الشيخ محمود. عيني حاضر، خذه من كنترول يا استاذ هلالي، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. الله يفيدك ويكرم امثالك يا شيخ. الله يخليك ويعزك، امين يا رب العالمين. فمن ضمن يا جماعه السنن الجميله او الاداب الجميله يا جماعه التسميه عند اتيان الزوجه، اوعى حد ينسى، يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ومسلم في احلى درجات الصحه بيقول لو ان احدكم اذا اتى اهله قال، احفظوا بالله عليكم، بالله عليكم احفظوا، لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. يعني لو انه أول قبل ما ياتي زوجته لو هتنسى اكتب الكلام ده في ورقه وعلاها عندك على على في غرفه النوم، مفيش مشكله ولا في عيب ان انت تكتب بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وان انت تعلم ان هذا الجماع وهذا الاتيان انما هو طاعه لله وفي بضع احدكم صدقه. من ضمن الاشياء برضو اللي عايزين نقولها يا جماعه وننوه وننبه عليها بكل شده، تحريم، وسامحوني بنتكلم بشيء من الـ يعني توضيح ولكن بشيء من الحرج، تحريم اتيان المرأة في الدبر من الخلف، حرام حرام، لأن دي كبيرة من الكبائر. الدليل اسمع دليلك، قال صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأة في دبرها، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأة في دبرها. الحديث الثاني رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون، ملعون يعني مطرود من رحمة ربنا، ملعون من يأتي النساء في محاشهن يعني أدبارهن
والحديث الثالث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ثلاث عقوبات أخويا وحبيبي الإنسان إذا أتى امرأة في دبرها، ربنا عافينا وعافيكم. أول حاجة لا ينظر الله إليه، تخيل بقى إنسان لا ينظر الله إليه، يعيش إزاي ده؟ يعيش ازاي ويرحم ازاي؟ الحاجة الثانية ملعون يعني مطرود من رحمة ربنا. الحاجة الثالثة فقد كفر بما انزل على محمد. يعني ايه كفر؟ يعني خرج من الملة؟ لا مش خرج من الملة، لو انه فعل، خدوا بالك واحفظوا الجملة دي، لو انه فعل فعل محرم النبي حرمه وهو يعتقد من جواه ان الفعل ده حلال، يبقى ده كفر مخرج من الملة، لانه بينكر ما هو من ما هو معروف من الدين بالضرورة. اما لو كان فعل فعل محرم كبيرة من الكبائر وهو يعلم انها محرمة لكن ضعف وعمل هذا الفعل غصب عنه فقد ارتكب محرما، ده بيسموه الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة. واضح يا جماعة؟ عشان يوضح النبي عليه الصلاة والسلام دي كبيرة من الكبائر. فدي حاجة حبينا نوه عليها، اوعى حد يفعل هذا الشيء ولو زين له الشيطان هذا الفعل. ايوة يا استاذ شريف، عمرو من فرنسا، السلام عليكم. استاذ عمرو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا اهلا وسهلا. ازي صحتك يا شيخ؟ ربنا يعزك ويسترك يا رب. بارك الله فيك يا شيخ. الله يسلمك. احنا هنا في فرنسا وناس كتيره فعلا مبسوطين بيك ومبسوطين بكلامك، وربنا يكرمك يا رب. ربنا يحفظكم في غربتكم ويبارك فيك يا رب العالمين. الله يخليك. عندي سؤال كده يا شيخ. بس اتفضل. السلام. انا الحمد لله ربنا كرمني وجوزت بنت صالحه جدا واهلها ناس كويسين جدا ما شاء الله، والحمد لله رب العالمين، متدينه وبتصلي كل حاجه، هي من المغرب العربي ومتحجبه وكله ما شاء الله. لكن هم عندهم عيب واحد كده هو بس في عاداتهم وتقاليدهم، وانا عارف نصيحته يعني نصيحته، لكن انا عايزك تقول لها يعني تقتنع، هي تقتنع كتير بحضرتك ودايما بتسمعني. هم العيب اللي عندهم ان هم في عاداتهم وتقاليدهم لما بيجوا يسلموا على ابن عمها، ابن خالها، ابن اختها، ابن خالتها، سيبنا من المحللين، من المحرمين، من المحللين. نعم. 18 سنة 16 سنة 17 سنة. نعم. وبالذات لما بيمشوا البلاد اللي هي الأجهزة فبيسلموا. نعم. عليهم بالبوس. بالبوس؟ من الخد يعني. اه بيسلموا عليهم من الخد بوس بيبوسوهم يعني بالقبلات يعني. اه وهم بيقولوا ان هم نيتهم يعني اه لما تيجي تتكلم يا جماعة ده حرام وده غلط وازعل ومتنرف، يقول لك احنا والله نيتنا سليمة يعني. اه نعم. طيب احنا انا ظننت ان الموضوع واقف عند بس السلام بالايد، والسلام بايد نفسه في نهي عنه، فوصلت للقبلات. طبعا الموضوع لو هي قاعده جنب حضرتك انا هقول لها حالا يا استاذ عمرو، عايز اقول اختي الفاضله ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، يعني ان احنا الله يبارك فيك يا استاذ عمرو، ان طبعا في حدود ما ينبغيش ان احنا نتعداها. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان المراه تصافح اي حد ما هوش محرم ليها، النبي عليه السلام لما جاءت المرأة في البيعة وجاءت تمد يديها قالت امدد يدك فالأبايعك، قال إني لا أصافح النساء، وقال صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له، وقالت أمنا عائشة فلا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة لا تحل له فلا في بيعة ولا في غيرها. فإذا كان أختي الفاضلة ربنا يبارك فيك ويعزك يا رب ويبارك في عمرك، إذا كان النبي نهى عن مجرد المصافحة فكيف يكون التقبيل؟ إن واحد ممكن واحد مستوجبته ليه؟ أهو نهى عن المصافحة لكن ما نهاش عن التقبيل، لا نهى عن دي يعني من باب أولى، يبقى التقبيل يبقى أفظع. فإذا إيه؟ يعني إن شاء الله ربنا يبارك فيكي نحن ننتهي عن هذا الأمر، ما ينفعش إن أنت تقبلي ابن خالتك وابن عمك وابن عمتك والحاجة كلها، هذه الأمور من المحرمات، ربنا يبارك فيك يا رب. مين؟ الأخت نادرة من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك الشيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. انا بحب حضرتك في الله والله. ربنا يحبك ويسترك يا رب. انا كنت عايزه اخد حضرتك في حاجه. اتفضلي. انا كنت جوازي في شهر 5 ان شاء الله. ربنا يتقبل يا رب. وانا اتكتب كتابي دلوقتي. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يتقبل يا رب. ربنا يخليك. فانا دلوقتي كنت يعني هيعملوا لي فرح وفي نادي وكده. نعم. فكنت عايزه اعرف ده يعني ده حرام ولا حلال؟ هيتم الفرح فين؟ في نادي، وهيتعمل طبعا دي جي وحاجات كده يعني. إيه. دي جي وحاجات كده وبسيط وبزيد. نعم. فكنت عايزه اقول ده حرام ولا حلال، وهل يعني هم مش مقتنعين ان انا ما اعملش فرح، لازم اعمل فرح؟ ما هو مشكله، عارفه يا اخت نادر، هو مشكله الاسر، ربنا يبارك في جميع رب العالمين، ان هم بيعتقدوا لو ما عملناش فرح وجبنا بقى فرح وجبنا دي جي ومطرب وراقصه يبقى ما يبقاش فرح، ده يبقى ميتم، واخد بالك؟ مع ان افراح المسلمين الجميله المنضبطه والله ما في اجمل منها. ايه المشكله ان تعمل في قاعه افراح اسلاميه جميله ويجتمع النساء مع بعض وينبسطوا ويهيصوا والضفوف الجميله والطرف الحلوه تلقى عليهم ويقعدوا يهزروا ويضحكوا مع بعض ومش عارف ايه والحاجات اللي بيقولوها مع بعض دي، والرجاله مع بعض برضو مهيصين ومبسوطين وفرحانين والطرف الجميله والمسابقات الحلوه،
ونقضي أجمل ليلة، ويبقى أطعنا ربنا وأطعنا نبينا وما عصيناش لربنا سبحانه وتعالى ولا عصينا أمر نبينا سبحانه صلى الله عليه وسلم. يبقى الجوازة تبدأ بطاعة لله يا جماعة، والله مش تزمت. اوعى تقولوا الراجل ده بيقول الكلام ده انت مش عايش في القرن 21 ولا ايه؟ لا ده انا عايش في القرن 21، ويمكن اظبط معاكم الدنيا يعني ربنا يكرمنا كده للقرن 22، بس عايزين نعيش في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. عايزين اهم حاجه يا جماعه ان احنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. ان احنا عايزين بيتنا يبقى احلى بيت. ليله العمر دي عايزينها ليله الشكر، عايزينها ليله تقربنا من ربنا ما تبعدناش عن ربنا. معانا مين؟ سيد استاذ سيد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا بحضرتك. والله يحبك الله. احبك الذي احببتني فيه، ربنا يعزك. انا ليا طلب شخصي. اتفضل تحت امرك. ممكن اطلب تليفون حضرتك؟ اتفضل خذ الكنترول يا سيد. عينيا حاضر. ممكن طلبت انا اللي عايز امرني. الله يخليك. هو حضرتك احنا محتاجينك. معلش مش سامع كويس يا سيد. يا ريت بعدك لو كان في طلب. اتفضل. طلب للامه يعني. اتفضل. ممكن حضرتك تعمل لنا تليفون شخصي لحضرتك؟ حاضر انا. يا والله انا عارف يا استاذ سيد، يعني بعد اذن حضرتك احنا عارفين. لا ده انا هقول لك على حاجه صغيره خالص والله، وارجو من كل المشاهدين يعذروني من حاجه. انا هقول لكم حاجه يمكن شخصيه شويه، سامحوني بس لازم اقولها. والله يا جماعه انا غصب عني، انا واحد من الناس غصب عني، يعني انا اختلف عن كل اخواني الضعاف في نقطه واحده بس، ان انا عندي مشاكل في احبال الصوتيه، عندي ورم نتوءات طالعه لي في احبال الصوتيه. الدكتور اصلا اللي بيعالجني مانعني اصلا من الكلام، لدرجه بيقول لي انا لو اقدر اوقفك عن الدروس اقف، لان صوتك متدمر، احبالك الصوتيه فيها تهتك في عضلات الاحبال. فانا والله ممنوع من التليفونات يا جماعه، لكن انا على قد ما بقدر اهو برد ردود بسيطه، لكن اصلا صوت والله سامحوني، وانتوا عارفين طبعا وملاحظين ان صوتي اصلا ضعيف جدا، واحيانا باجي الحلقه والله العظيم بتكلم اقسم بالله مش قادر بطلع كلمه بالعافيه، لكن ما اقدرش اتاخر عن حبايبي وربنا يبارك فيكم وتسامحوني والله. والتليفون ما بيبطلش رن 24 ساعه، ومهما ردينا ما بنقدرش نراضي كل الكم ده كله، لكن سامحونا والله. اخر تليفون معانا. السلام عليكم. الاخت فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك سيد؟ ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك. منور والله. الله يخليك دوركم كلكم والله. الله يخليك. طب بصي يا شيخ انا كان عندي استفسار كده وكنت عايزه. اتفضلي يا اختي فاطمه. بس يا ريت بسرعه عشان الوقت خلاص قرب يخلص. اتفضلي. بصي يا شيخ هي مشكله، بس انا ما ينفعش يعني احكيها على التلفزيون. طب خدي التليفون. اخده من مين؟ من كنترول. هيرضي دول؟ اه ان شاء الله هما. اديله يا استاذ شريف. يبقى احنا خلاص كده شوف ولا لسه؟ فاضل دقيقة. طب نقول فيها بسرعة بقى آخر حاجة، إن إحنا قلنا يا جماعة تحريم إتيان الزوجة في الدبر من ضمن الحاجات برضو اللي عايزين نقول يا جماعة نبعد تماما، ممنوع الاقتراب، تحريم إتيان الزوجة في أثناء البريود الدورة الشهرية أو الحيض. دي مشكلة كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وسئلت اللجنة يعني سبحان الله يعني اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية عن هذه المسألة، فقالوا أن وطء الحائط في الفرج حرام، ومن فعله ذلك فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه. ورأيي طبعا من ده مذهب الإمام أحمد أن الإنسان يتصدق بدينار أو نصف دينار، ولكن رأي جمهور أهل العلم ألا يتصدق ويكفيه التوبة والاستغفار والعمل الصالح. ربنا يبارك فيكم جميعا رب العالمين. والوقت معاكم بيجري بسرعه غريبه جدا، يعني ربنا يحفظكم. نكمل ان شاء الله اداب ليله الزفاف ليله العمر ان شاء الله الحلقه اللي جايه ان شاء الله نكمل الموضوع كله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.